وكذلك جمعية مبادرة الفضاء التنموي اللي فيها القطب المفادي سعيد، فيها المدرب عبد الرحيم مفادي، وكذلك الأخ سي محمد الشهري. فكنتمناو نكونو ضياف لي خفاف عليكم، وإن شاء الله غادي نخرجو من هنا حتى نحطو دي زوبجيكتيف ما بيناتنا، أهداف اللي باغي نحققوها. وأنا اختاريت اليوم نهضر على هاد الأهداف اللي حنا باغي نحققوها وحتى نتوما باغي تحققوها، ولكن انطلاقا من ماذا؟ من التحفيز الذاتي. علاش؟ لان انا هذيك اهدافي انا باغي نحققها راسي انا، فالاولى انا نحفز راسي، ما نستناش واحد اخر يحفزني. فالكنز كنزي انا، ولا ما حافظتش لي انا، فمايمكنش غادي نلقى الاكل ديالي. فعلى بركه الله غادي نطلقوا. والشخصيه المفتوحه او المنفتحه، مالها هاد الشخصيه هادي؟ هاد الشخصيه معروفه من قبل الذات ومعروفه من قبل الاخرين، اللي فيا على لساني، شنقولوها اللي في قلبي على لساني. الكوتش مونيا أنصار، مدربة معتمدة في التنمية الذاتية، مهارة التفوق الدراسي، وكذلك مستشارة أسرية وتربوية. فاليوم كان لي الشرف أنني نحضر في استضافة ديال مجموعة أجي تناقش، اللي هي مجموعة كلها شباب، والحمد لله كانت الدورة في المستوى بالوجود ديالهم، ماشي غير بالوجود ديالي أنا ولا بالمعلومات اللي تلقاوها، كانت تفاعل من طرفهم، تفاعل يدل على أنه شباب ناضج الحمد لله. مدينة المحمدية فهي مدينة في أيدي أمينة، كنتمنى لهم التوفيق وكنتمنى لهم الاستمرارية. شكرا. سكينة معيزي، 21 سنة، أنا تقدمت لي الدعوة من مجموعة أجي تناقش اللي دايرة واحد الفورماسيون ديال التحفيز الذاتي. و صراحة تعلمت من هاد الفورماسيو كيفاش نحقق الأهداف ديالنا، وكانت تجربة مزيانة. وكنشكر هاد المجموعة بزاف اللي قدمت لي هاد الفرصة أنني نحضر معاهم، وشكرا. محسن هراولوس، 28 سنة، عضو في أجنت ناقشو، في جروب أجنت ناقشو. اليوم حضرنا للدورة التدريبية مع أستاذة منى أنصار. كان عندنا شي طموحات، كانوا عندنا شي حوايج، دابا ان شاء الله وراتنا كيفاش نخدموا بهم وكيفاش غادي نخدموا عليهم حتى نطوروهم، وراتنا حتى استراتيجيه ديال الخدمه، كيفاش الواحد يوصل لهذاك الشيء اللي هو كيقلب عليه، وحتى العراقيل كيفاش يتحداها واش حدى نفسه ويوصل لهذاك الشيء اللي باغي. شكرا. سناء حدنان من مجموعه اجي تناقش. نظمنا اليوم واحد الدورة تدريبية حول التحفيز الذاتي وأهميته في تحقيق الأهداف، بشراكة مع جمعية انطلاقة للتنمية الاجتماعية وفيدرالية رابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فرع المحمدية. وكنشكروا جميع الحضور اللي جاوا حضروا معنا اليوم، وكنشكر الكوتش اللي جات متطوعة معنا في هذا النشاط هذا، اللي هي مونيا أنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. وحقيقة هذه مبادرة طيبة، مبادرة ديال مجموعة شبابية اللي هي أجي نتناقش. فعلا كانت المبادرة اليوم في مبادرة رائدة، بحيث أنهم استطاعوا يعني انطلاقا مجموعة من المحطات، انطلاقا مجموعة من الورشات، انطلاقا مجموعة من الأنشطة اللي هي أنشطة فريدة ونوعية، أنهم يلموا الشمل ديال مجموعة ديال الشباب في إطار تطوعي، إطار مبادراتي. والمبادرة ديال اليوم اللي هي كانت عبارة عن تلقي مجموعة ديال الشباب أيضا حول دورة تدريبية بعنوان أهمية التحفيز الذاتي في تحقيق الأهداف، واللي أطلتها يعني أستاذتها هي اللي هي شبابية أصلا وشابة، الأستاذة المدربة مونيا أنصار، يعني بحضور مجموعة ديال المدربين ومجموعة ديال الكفاءات. وكان لنا الشرف، كان لنا الشرف أننا نتلقاو، لأن الهم والقاسم اللي كيجمعنا هو أننا نخدمو البلاد ديالنا، والقاسم اللي كيجمعنا هو اننا نخدموا الفكر الشبابي، لان هذا هو اول مشروع النهضوي القادم، المشروع النهضوي الجديد. بدوري انا كنحيي هذه المبادره، كنحيي الجهد وكنحيي العطاء ديال الشباب، كنحيي التقاسم الرؤيه والاهداف اللي حنا كنتقاسموها كاملين، وكنتمنى لهم التوفيق. وحنا اصلا راه الاشاره ديالهم،
لا من ناحية التدريب، لا من ناحية العمل الجمعوي، لا من ناحية التطوع الذاتي. فنحن راه الإشارة ديالهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سيف بن المطالب، عضو من مجموعة ناجين تناقشوا. حنا اليوم صدى الدورة التكوينية اللي كناخدو منها واحد نسبة كبيرة بأننا نتأطرو ونزلو قدام إن شاء الله. حنا الآن في الشغل على بعض الأنشطة اللي البارح كنا في نشاط جد مهم اللي هو حماية الطفولة، واللي شاهدنا بعض الأشخاص والأطفال اللي في واحد الوضعية صعيبة. وحنا اليوم حطينا واحد بروغرام إن شاء الله جديد باش غادي نناقشوا مواضيع أخرى. شكرا للأستاذة اللي هبات الدعوة ديال المجموعة اللي أجي تناقش، وشكرا عاوتاني للأساتذة اللي رافقوها في هذه الدورة التكوينية اللي بصراحة حنا كشباب محتاجين الدورة التكوينية، محتاجين فضاءات النقاش، محتاجين فضاءات سوسيو ثقافية، محتاجين بزاف د الحوايج. يعني هذه مبادرة فردية ومجهودات فردية اللي حققنا لهذه الدورة التكوينية اللي صراحة أنا تكونت بها مزيان، وخا دوزت دورة تكوينية بزاف في خلال عدة جمعيات، لكن هذه الدورة التكوينية غير بحاجة بسيطة، ولكن كانت عندها الأكل ديالها. إن شاء الله غادي نحاول نخدموا من هنا قدام على دورة تكوينية أخرى، نشوفوا دورة تكوينية تكون كيف نخلق القيادات مثلا. كاين بزاف ديال المواضيع إن شاء الله نكون عندنا تواصل مع ليكيب ديال الكوتش ديالنا. ونشكركم على الحضور ديالكم. Thank you.